أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية التجارية والفندقية، معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي. هندرس النهاردة مع بعض ونراجع كده الحاجات اللي احنا خدناها على مستوى السنة. هنراجع أول حاجة، نبدأ ببرنامج الأكسس قواعد البيانات، وبعد كده هنعمل مراجعة على برنامج الفوتوشوب. هناخد شوية تدريبات عملي، وبإذن الله في آخر الحلقة برضو هناخد شوية تدريبات وتمارين نظري. تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة ونشوف هندرس إيه مع بعض النهاردة. تدريبات عملية على برنامج الأكسس وبرنامج الفوتوشوب. أول تدريب على برنامج الأكسس، التدريب بيقول لي بصفتك مسؤول قاعدة البيانات في شركة الشريف للاستشارات الهندسية ولديك البيانات التالية: جدول اسمه الموظفين، والجدول بيحتوي على البيانات اللي قدامي دي، كود الموظف، اسم الموظف والقسم والمرتب. المطلوب، أول مطلوب إنشاء قاعدة بيانات جديدة للموظفين، تاني مطلوب إنشاء استعلام يظهر موظفين قسم الحسابات، تالت مطلوب إنشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التنازلي على أساس حقل المرتب. نركز في كل مطلوب جواها حاجات، يعني هنا عايز يعمل فرز تنازلي على أساس حقل المرتب، وآخر حاجة عايز ينشئ نموذج لعرض الجدول. تعالوا نشوف هنعمل التمرين ده إزاي عملي. هنفصصها مع بعض خطوة خطوة كده. أول حاجة هو طالب مني إنشاء قاعدة بيانات جديدة للموظفين، تعالوا نشوف هنعملها عملي على الجهاز إزاي. من الأول خالص أهو، يا ريت نركز مع بعض، بشغل البرنامج من السيرش تحت زي ما احنا عارفين، وبكتب بمجرد ما أكتب أول حرفين أو ثلاثة من اسم البرنامج أهو AC، ظهر لي اسم البرنامج مايكروسوفت أكسس 2010. هضغط عليه يشتغل معايا البرنامج على طول. بعد كده من فايل، تبويب فايل، هختار نيو وهدوس، هتاكد ان انا واقف على بلانك داتابيز قاعده بيانات فارغه. من فايل نيم اللي هو اسم ملف قاعده البيانات، هكتب اسم الملف اهو، اسم قاعده البيانات اللي انا عايز اسميها، وليكن اسم شركه الشريف. وهنا الفايل الاصفر ده بضغط عليه عشان احدد اللوكيشن بتاع الملف اللي انا هيتحفظ عليه اهو، واقدر اغير المكان اذا كان في دوكيومنتس او ديسكتوب او اي مكان موجود على الجهاز، وهضغط اوكي. قدامي اهو اللوكيشن او المكان اللي هيتحفظ فيه الملف، وهضغط كرييت انشاء، انشا لي قاعده البيانات قدامي اهو، وعمل لي جدول افتراضي تيبل 1 قدامي اقدر اجيب منه من فيو، وهيظهر لي سيف از. هكتب اسم الجدول هسميه باسم الموظفين زي ما هو طالبه مني اهو، اتغير اسمه فوق للموظفين. عند الفيلد نيم اسم الحقل هبدا بقى اضيف الحقول وانواع البيانات داتا تايب. نبدا باول حقل اسمه كود الموظف، ونوع البيان طالما كود يبقى هخليه نمبر رقم، وهاجي عند اسم الحقل اللي بعده اسم الموظف وهخليه تكست نص، القسم وهخليه تكست برضو، وهاجي عند المرتب ودي هتبقى بالعملة كرنسي. بعد كده هجيب داتا شيت فيو، هضغط عليها عشان ابدا بادخال البيانات جوه. الاول بيقول لي لازم تحفظ الجدول، هقول له يس. ابدا بقى في ادخال البيانات اللي مديهاني في التمرين. من اول كود الموظف عندي 1401، واسم الموظف محمد مصطفى، والقسم بتاعه المبيعات، والمرتب 3500. وهاجي عند الحقل او الحقل اللي بعده، السجل اللي بعده، وهكتب 1402 واسم الموظف هاجر محمود، والقسم الحسابات، والمرتب 4000، والكود اللي بعده واسم الموظف، وعند القسم المخزن والمرتب 3000 جنيه، والسجل اللي بعده
1404 كود الموظف واسم الموظف ياسمين محمد والقسم الحسابات والمرتب 4500 جنيه. هاجي عند السجل الأخير 1405 واكتب اسم الموظف كريم طارق والقسم الحسابات، وهاجي عند المرتب 5000 جنيه مصري وهنقل في حقل تاني. كده انا ادخلت الجدول زي ما عملنا الاول، زي ما عرفنا عملنا ايه، انشأنا قاعدة بيانات وسميتها باسم الشركة، وبعد كده بعد ما عملت قاعدة البيانات عملت الجدول وسميته باسم الموظفين وجبت وضع البيانات عرض البيانات وادخلت البيانات زي ما احنا شفنا عملناها ازاي. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده هنحله ازاي، احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة. تاني حاجة بيقول لي انشاء استعلام يظهر موظفين قسم الحسابات. تعالوا نشوف هنعمل ازاي التمرين ده اهو. مين كرييت يعني انشاء، هتأكد ان انا واقف عند المجموعة كويريز اللي هي استعلامات وهضغط عند كويري ديزاين وهاجي عند اهو عند الموظفين، مفيش الا جدول واحد، هضغط عليه اد، هضغط اد اضاف معايا اهو وهقول كلوز اضاف معايا زي ما احنا شايفين، هضغط عليها دبل كليك كل حقل اهو عشان يضاف معايا، اضاف معايا تحت، اجي عند الكرايتيريا اللي هو المعيار او الشرط، هو قال لي اظهر لي موظفين قسم الحسابات فقط، يبقى اجي عند الكرايتيريا وتحت القسم واقول له يساوي، علامة يساوي، واقول له شيفت الحسابات، يعني هختار هضغط يساوي واكتب حسابات وبعد كده هضغط رن عشان ينفذ التمرين. اتطبق معايا، ظهر لي فعلا الموظفين الثلاثة اللي هم في قسم الحسابات فقط. بعد كده اسيف من هنا، احفظ الجدول، وبعد كده هسمي الاستعلام قبل ما احفظه استعلام وليكن واحد وهقول له اوكي. ظهر معايا اهو الجدول الموظفين والاستعلام اللي هو انا سميته استعلام واحد. كده انا عملت الجدول وبعد كده عملت الاستعلام وحطيت له الشرط اللي هو طالبه مني في التمرين اللي هو عايز يظهر موظفين قسم الحسابات فقط. طريقة سهلة زي ما احنا شفنا، احنا ماشيين مع بعض خطوة وخطوة عشان ايه ما نتلخبطش. تعالوا نشوف المطلوب الثالث هنعمل ايه فيه. المطلوب الثالث بيقول لي انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التنازلي على اساس حقل المرتب. قدامي اهو من تبويب كرييت، وهاجي عند المجموعة ريبورتس تقارير وهضغط على ريبورت ويزارد، ده هضغط عليها ظهر لي فتح لي المعالج اللي قدامي ده وبيقول لي الجدول اللي انا هعمل منه استعلام واحد اهو، انا هعمل التقرير من الاستعلام السابق زي ما قال لي وضفت من الاسهم دي واقدر ارجعها واضيفها من الاسهم اللي قدامي زي ما احنا شفنا مع بعض، وهضغط نيكست نيكست. طيب هو بيقول لي رتبه ايه اهو، ارتب له على اساس حقل المرتب والترتيب يكون ascending، هضغط عليها عشان تبقى descending اهو، وهضغط next واقدر اغير في الشكل والاتجاه الصفحه والكلام ده واللاي اوت التخطيط بتاعه زي ما انا عايز، وعندي المعاينه عندي موجوده، وهضغط finish طلع لي التقرير زي ما احنا شايفين مع بعض بالمنظر اللي احنا شايفينه. اقدر ارتب في شكله لو حسيت ان شكله مش متظبط شويه، هضغط على كلوز بفيو برنت اهو، هضغط على اكس وبعد كده هجيب من فيو وهضغط على لاي اوت فيو وضع التخطيط، واقدر اتحكم فيها بقى واحرك يمين وشمال اهو واسحب بالماوس واضيق واصغر الاماكن اللي انا عايزها، انسق شويه الشكل العام بتاعه، وهاجي عند اسم الموظف اسحبه كده برضو واجي عند الجزء ده برضو واجي عند القسم هقربها برضو شوية، والحسابات اللي انا جايبها هقربها شوية كده طبعا على قد ما انا محتاج في الخلايا فقط، واقدر اغير بين التنسيقات زي ما احنا عارفين، بضغط عليها واجيب تبويب هوم واخلي لون احمر وليكن بولد سميك
واحدد المجموعه دي ودي، وانا ضاغط على كنترول مع الاستمرار بالضغط وبضغط كليك شمال بالماوس، حدد لي كل الاجزاء واقدر اخليهم كلهم بولد وكلهم باللون الاحمر. طبعا الجزء ده مش متحدد، ضغطت عليه تاني وضغطت على الايه واقدر اغير كلهم التنسيقات بتاعتهم مع بعض مره واحده زي ما احنا شايفين كده. انا عملت المطلوب الثالث وهو انشاء تقرير يظهر الاستعلام السابق، وعملت وحط لي شروط وعملتها في التقرير. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده. ايه المطلوب اللي بعده؟ اخر مطلوب وهو انشاء نموذج لعرض الجدول. هنشئ نموذج اهو بسيط جدا، بنكرييت برضو، وهاجي عند المجموعة فورمز اللي هي نماذج وهضغط على فورم، عمل لي النموذج على طول سهل جدا زي ما احنا شايفين، وهضغط على سيف هيحفظ لي النموذج، وليكن هسميه نموذج واحد وهقول له اوكي. يبقى النموذج بيتعمل على حسب ما انا واقف، لو واقف عند الموظفين هيعمله لي من الجدول على حسب ما انا واقف على الحاجه. زي ما احنا شايفين اقدر اغير التنسيقات برضو زي ما انا عايز. يبقى انا كده خلصت التمرين وحليناه مع بعض خطوه خطوه. خدنا الاول ازاي بننشئ قاعده بيانات، وبعد ما انشات قاعده البيانات عملنا الجدول، وبعديها عملنا الاستعلام بالشروط اللي هو طالبها، وبعد كده عملت التقارير، وبعد كده عملت نموذج في الجدول. ده كان أول تدريب على قاعدة البيانات أكسس. تعالوا نشوف التدريب اللي بعده. التدريب اللي بعده على برنامج الفوتوشوب. التدريب بيقول لي باستخدام الصور الموجودة لديك في المجلد Pictures for Exam، المطلوب إنشاء دعاية للعميل، ومدي لي اسم فندق، وعايز يفتح الصورة رقم 13 في المجلد الفرعي أوتيل لتصبح خلفية للعمل، عايز يضيف الصورة رقم 1 في المجلد الفرعي، وعايز يكتب بيانات الفندق بتنسيق مناسب، وعايز يضيف إطار للصورة النهائية. تعالوا نشوف بنحله إزاي خطوة خطوة مع بعض. أولا فتح الصورة رقم 13 في المجلد الفرعي أوتيل لتصبح خلفية للعمل، قدامي تحت أهو هفتح البرنامج زي ما خدنا، زي ما فتحنا برنامج الأكسس أهو، او اكتبه عندي لو مش ظاهر معايا في البرامج الاخيره، اكتب اول 3 4 حروف منه هيظهر معايا فوق اهو فوتوشوب على حسب الاصدار، هضغط عليه هيشتغل معايا. بعد كده قدام احنا شغلنا البرنامج اهو، بعد كده هجيب الفايل، هفتح الملف اللي هو طالبه مني من فايل، وهقول له اوبن او كنترول او من الكيبورد، هيظهر المربع هختار منه الفولدر اهو معايا من Pictures for Exam، وهختار منه الاوتيل، وبعد كده هختار منه الصورة اللي هو طالبها رقم 13 وليكن الصورة دي، وهقول له اوبن، ظهرت معايا بالمنظر اللي احنا شايفينه. بعد كده اقدر كده انا خلصت اول مطلوب اضافه صوره اللي هي في المجلد بيكتشر فور اكزام وهي الصوره رقم 13. تعال نشوف المطلوب اللي بعده، اضافه الصوره رقم 1 في المجلد الفرعي اوتيل. يبقى هيضيف صوره على الصوره الموجوده الخلفيه. تعالوا نشوف هنضيفها ازاي اهو. نفك القفل هنا عادي ممكن عشان لو حبيت احرك اللاير، اقول له اوكي او اضيف. ممكن اضيف بعد كده من فايل وهجيب اوبن الصوره رقم 1 اهي، ضغطت عليها. طيب اضافت معايا هنا، ممكن اسحبها عادي في كذا طريقه. ممكن اضغط، طيب لو جيت اسحبها مش هتسحب معايا، لازم افك القفل اللي هنا، اضغط عليه دبل كليك شمال واقول له اوكي، وبعد كده اسحب بالماوس كليك شمال، اجيب الاول اتاكد ان انا جايب اداه الموف تول أداة التحريك، وهضغط كليك شمال واسحب، افضل دايس واجي اقف عند الصورة التانية وافضل واقف دايس زي ما انا ما اسيبش ايدي، واسيب ايدي هنا في نص الصورة. الصورة هتضاف معايا اهو بس طبعا بحجمها الطبيعي. هصغر شوية الحجم بتاعها، هضغط على كنترول وتي من الكيبورد،
عشان يجيب لي أداة التحديد الحر، وأقدر أتحكم فيها أهو، وأسحب وأصغر وأطلع تاني معايا لغاية ما يجي الحجم اللي أنا عايزه في الصورة، وليكن الحجم المناسب ده. ممكن أغير في الأبعاد لو عايز الأبعاد تبقى متوازنة، بضغط على شيفت وأنا ضاغط بالماوس، وهضغط على الصح، اتضاف معايا زي ما احنا شايفين، كل واحدة فلاير أو طبقة لوحديها. بعد كده عايز أظبط في المطلوب، خلصته دلوقتي اللي هو ضفت خلفية العمل، وبعد كده ضفت الصورة رقم واحد في الأوتيل 1. تعال نشوف المطلوب اللي بعده. تالت حاجة كتابة بيانات الفندق بتنسيق مناسب. تعالوا نشوف هنكتب بيانات الفندق ازاي بالتنسيق المناسب. هضغط على أداة الكتابة اللي هي التي، وهسحب وهكتب اسم الفندق وليكن فندق نيل زي ما هو طالبه مني في التمرين، وحدده دبل كليك او كذا ضغطة ورا بعض لغاية ما يتحدد، او كنترول اي من الكيبورد. وبعد كده هغير في حجم الخط، وغير في البيانات اللي انا عايزها ولون الخط، وبعد كده هضغط على علامة الصح، واجيب أداة الموف تول برضو واختصارها زي ما قلنا من الكيبورد حرف الفي، واقدر اسحبها واحركها في المكان المناسب لغاية ما تبقى مظبوطة معايا في الصورة. اكتب بقية بيانات الفندق، ممكن اكتبها تحت هنا تبقى ظاهرة معايا. هجيب أداة الكتابة اللي هي حرف التي، وهكتب برضو وليكن عنوان الفندق مثلا اهو. بعد ما كتبت العنوان وليكن الحجم مش مكفي، اقدر اصغر شوية، اصغر في حجم الخط او اسحب كده لغاية ما تظهر بالكامل، واجيب أداة الموف تول واسحبها واخليها في منتصف الصورة من الاسفل لغاية ما الاقي التنسيق مناسب معايا وشكله واضح. وبكده اهو كل حاجة نازلة في لاير لوحديها. اهو بضغط على التي اللي هي اللاير اللي فيها العنوان، واقدر اخلي الحجم بتاعها، اصغر حجم الخط شوية، وليكن اقدر اغير نوع الخط برضو من هنا، وبرضو اقدر اغير اللون، واقدر اغير اي تنسيقات زي ما احنا عارفين بطريقة سهلة جدا. كده كل حاجة نزلت معايا في لاير زي ما احنا شايفين، وفندق النيل واسم الشركة اسم الفندق والعنوان بتاعه، اقدر اضغط عليه دبل كليك شمال عشان اجيب التنسيقات بتاعته، واقدر اعمله دروب شادو واعمله ستايلات او تأثيرات معينة، اجرب قدامي كل تأثير وبعد كده هقول له اوكي. وبرضو عايز اعمل تأثير لاسم الفندق، هاجي هنا برضو على الاسم بتاعه وهضغط عليه دبل كليك شمال، واقدر اعمل له دروب شادو، واقدر اعمل له اي ستايلات انا عايزها زي ما احنا شايفين في المعاينة، وهقول له اوكي. كل حاجة نازلة بالتأثيرات بالافكتس بتاعتها اهي، واللاير عندي اللاير اللي هي الطبقة اللي فيها الصورة نازلة لوحديها، واللاير اللي تحت اللي هي خلفية الصورة الأساسية. برضو هضغط على اللاير اللي هي فيها الصورة مصغرة دبل كليك شمال، ضغطتين شمال ورا بعض، وهعمل لها تأثيرات زي ما انتم شايفين التأثير اللي انا عايزه، وهقول له اوكي. كل حاجة نازلة بالتأثيرات بتاعتها والإفكتس. كده انا عملت المطلوب اللي بعده، وعرفنا ازاي بضيف الصور واعمل لها الاطارات اللي انا عايز. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده، اخر حاجة عايز يضيف اضافة صورة او اضافة اطار للصورة النهائية، عايز اعمل له برواز للصورة او للتصميم النهائي. باجي عند اهو، طبعا كل حاجة نازلة في لاير، هدمجهم مع بعض الاول، كنترول شيفت وحرف الاي، دمجتهم بقت في لاير واحدة او طبقة واحدة، خلاص بقى التصميم النهائي بعد ما اخلص. بعد كده عايز اعمل اطار بقى للتصميم النهائي ده، اعمله ازاي؟ من قائمة edit، وهاجي عند stroke، هضغط عليها، ظهر لي المربع بيقول لي عرض الاطار، وليكن هختار اللون الاول اهو،
خليه اللون البني الغامق، و20 بكسل، وممكن اللوكيشن هل هي عايزها من الخارج ولا من المنتصف ولا من الداخل، مكان الاطار، وهقول له اوكي. عمل لي الاطار زي ما انتم شايفين بره الصوره ولونه بني اهو، بعد ما عملت التصميم النهائي. كده احنا عرفنا التدريب اللي هو على برنامج الفوتوشوب، خدنا ازاي بنضيف صوره، الاول ضفنا خلفيه عمل، وبعد كده ضفنا عليها صوره تانية، وبعديها ضفنا البيانات بتاع التنسيق اللي هو الاعلان اللي عايزه، وبعد كده عملت اطار للصوره النهائيه. تعالوا نشوف اللي بعده، هناخد ايه؟ تدريب على برنامج قواعد البيانات اكسس. التدريب اللي بعده، بصفتك مسؤول قاعدة البيانات في شركة المؤسسة للتجارة ولديك البيانات التالية للموظفين: رقم المورد واسم المورد والفرع والرصيد السابق والمشتريات. تعالوا نشوف هنحل التدريب التاني ده ازاي مع بعض، برضو زي ما اتعلمنا خطوة بخطوة كل حاجة هنعرف نحلها على مهلينا. ياريت واحنا شغالين لو حد حابب يطبق عشان ما ننساش الجزء اللي احنا خدناه، ويبقى ايدينا متمرنة على طول، بحيث ان لو جالي اي تدريب اقدر احله على طول ما ياخدش معايا وقت وانا شغال. طيب المطلوب ايه؟ المطلوب اول مطلوب انشاء قاعدة بيانات جديدة للموردين، وانشاء استعلام يظهر بيانات الموردين مع حساب رصيد المورد. علما بان بيقول لي رصيد المورد بيساوي الرصيد السابق زائد المشتريات. المطلوب اللي بعده انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على اساس حقل اسم المورد. المطلوب اللي بعده إنشاء نموذج لعرض الجدول. تعالوا نفصصها مطلوب مطلوب ونشوف هنحله إزاي. خطوات الحل: أول حاجة هنشئ قاعدة بيانات جديدة للموردين على مهلينا واحدة واحدة، من فايل، وأتأكد عند نيو، أنا واقف عند نيو جديد، وهتأكد إن أنا منشط بلانك داتابيز. هاجي عند اسم قاعدة البيانات، ملف قاعدة البيانات زي ما احنا عارفين، وهسميه بالاسم اللي هو طالبه مني، اسم الشركة، وليكن شركة المؤسسة، وهختار الدوكيومنتس اللوكيشن المكان اللي هتحفظ فيه، وهقول له أوكي. وبعد كده هو قدامي المسار اللي هتحفظ فيه، وبعد كده هقول له إنشاء كرييت اتحفظ. هاجي بعد كده اهو اسم الجدول، جدول افتراضي واحد تيبل 1، اقدر اضيف اكتر من جدول زي ما احنا عارفين. هجيب الديزاين وضع التصميم، وهبدا اسمي اسم الجدول اللي هو مدوني في التمرين، وهو اسم الموردين، وهقول له اوكي. هاجي عند اسم الحقل الاول، وهقول له رقم المورد، واخليه نمبر رقم، نوع البيان، والحقل اللي بعده اسم المورد، وهخلي نوعه تكست نص، والفرع هخليه تكست برضو، والرصيد السابق ده هيبقى طالما رصيد يبقى عملة كارنسي. وهاجي عند اللي بعده وهو المشتريات، وهخليه كارنسي عملة برضو. بعد كده هجيب داتا شيت فيو، هضغط عليها وضع عرض البيانات، وهقول لي عايز احفظ الجدول الاول، هقول له يس، وبعد كده هبدا في ادخال السجلات عندي اللي مدهاني في التمرين. رقم المورد الاول 1201، واسم المورد محمد كرم، والفرع الجيزه، والرصيد السابق، والمشتريات ليكن اهو عند السجل اللي بعده 1202، واسم المورد كريم ايمن، وهاجي عند الفرع، فرع القاهرة، والرصيد السابق 25000، وعند المشتريات السابق 2500، واجي عند المشتريات عندي
23,000، وهاجي عند رقم المورد اللي بعده في السجل اللي بعده الثالث 1203، واسم المورد محمود أحمد، وهاجي عند الفرع الفيوم، الرصيد السابق 7,000، والمشتريات 29,000. السجل اللي بعده 1204، واسم المورد منى أحمد، والفرع القاهرة، والرصيد السابق 4,500، والمشتريات 17,500. والسجل الأخير عندي في الجدول، جدول الموردين 1205، هاجر محمود، والفرع القاهرة، والرصيد السابق. احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة اهو، كأننا شغالين وبنحل التمرين مع بعض على الجهاز، وياريت نطبق مع بعض عشان ما نغلطش في اي حاجة واحنا قدام الجهاز في الامتحان. خلصت السجلات كلها وعملت جدول الموردين بالبيانات بتاعته المطلوبة. ده اول مطلوب، انشأت قاعدة بيانات باسم الشركة وعملت جدول وسميته جدول الموردين، وضفت السجلات اللي عايزها مني جوه الجدول بتاع جدول الموردين. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده عايز ايه وهنحله ازاي. المطلوب اللي بعده انشاء استعلام يظهر بيانات الموردين مع حساب رصيد المورد، علما بان رصيد المورد بيساوي الرصيد السابق زائد المشتريات. تعالوا نشوف هنعمل الاستعلام ازاي ده مع بعض على مهلينا خطوة بخطوة اهو. من كرييت انشاء المجموعه كويريز، هضغط على كويري ديزاين، قدامي جدول الموردين اهو مفيش غيره انا عامله، وهقول له اد، وبعد كده كلوز، هضيف كل اللي عندي، هضغط عليها دبل كليك شمال، ضغطتين ورا بعض بسرعه زي ما انتم شايفين بينزل لتحت. بعد كده بعد ما عملت الاستعلام هعمل ايه؟ هحفظه من سيف فوق اهو عشان ابدا اشتغل عليه، وهسمي اسم الاستعلام استعلام واحد، واقول له اوكي اتحفظ معايا الاستعلام زي ما احنا شايفين في الجزء اللي على الشمال. طيب اقدر بقى اجي عند الجزء الاخير ده خالص واضغط كليك يمين على اول مربع واقول له بيلد انشاء او بناء، وبعد كده هيفتح لي منشئ التعبير اللي قدامي ده. هعمل المعادله اللي هو طالبها، هو عايز يجمع لي الرصيد السابق زائد، هضيف علامه الزائد شيفت وعلامه الزائد من الكيبورد، واجمع عليه المشتريات، هضغط عليها دبل كليك واقول له اوكي. كده الحقل ده هيجمع لي فيه الرصيد السابق مع المشتريات، واقول له رن تنفيذ عشان ينفذ. اهو فعلا جاب لي الحقل الاخير، جمع لي فيه حقل الرصيد السابق مع المشتريات وطلعهم لي في الحقل الاخير. الحقل الاخير ده عايز اسميه بقى رصيد المورد، من فوق كده عايز اغير الاسم بتاعه واخليه اسم رصيد المورد. هعمله ازاي؟ هجيب وضع ديزاين تاني، وهاجي هنا واضغط كليك يمين واقول له بروبرتيز خصائص، لو مش ظاهره معايا على اليمين الجزء ده هجيبه زي ما احنا شفنا. هاجي عند كابشن تسميه اهي قبل الاخيره واضغط عليها، هسمي اسم الحقل، هقول له رصيد المورد، يبقى ده الاسم اللي هيظهر معايا، وهقول له رن، هلاقي الاسم فعلا ظهر اهو، رصيد المورد، وجمع لي الرصيد السابق زائد المشتريات. ده كده المطلوب الثاني، وهو انشاء استعلام يظهر رصيد المورد، ومديني المعادله اللي هي هجمع بيها الرصيد السابق زائد المشتريات. تعالوا نشوف المطلوب اللي بعده هحله ازاي. عايز ينشئ ويعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق، الاستعلام اللي احنا عملناه اللي فات، مع الفرز التصاعدي على اساس اسم حقل المورد، يبقى على اساس حقل اسم المورد هعمل له فرز تصاعدي من الاستعلام السابق اللي احنا عملناه. هنعمله ازاي اهو مع بعض.
من كرييت، وهاجي عند ريبورتس وهقول له ريبورت ويزارد، بيقول لازم تحفظ اللي فات ما حفظتوش خلي بالك، هقول له يس. طبعا لازم احفظ اول باول الحاجه اللي انا هعملها كائن، هيفتح لي المربع ده، هضيف الحقول كلها بالسهمين دول واقول له نيكست نيكست، وهاجي هنا هضيف اسم المورد اللي عايز اعمله ترتيب اهو اسندنج تصاعدي، واقول له نيكست نيكست. بعد كده لو عايز اسميه من فوق اهو اسمي اسم التقرير بالاسم اللي انا عايزه وليكن تقرير واحد، وهقول له فينيش، عمل لي التقرير زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامي. عايز اغير في تنسيقاته وعايز اعدل فيه زي ما انا عايز بالشكل اللي يريحني، المظهر العام ده طبعا اهم حاجه يبقى مريح للعين زي ما احنا شايفين، اقدر اغير في الحجم والمكان بتاعه والالوان زي ما احنا اتعلمنا. هغير هصغر دي شويه مش محتاج الكميه دي كلها، وهحركها برضو شويه، اسم المورد وهاجي عند رقم المورد هنقله هنا شويه، وهاجي عند الارقام اللي تحته اهي، والفرع الرصيد السابق هحركه هنا. كل دي تنسيقات زي ما احنا عارفين للشكل مش اكتر عشان يبقى الشكل منسق شويه. وهنا رصيد المورد، طيب مش ظاهر شبابيك معايا، مش ظاهر ليه؟ لان المساحه مش مكفيه، فهوسع شويه عشان تظهر بالشكل الكامل معايا. زي ما احنا شايفين غيرنا الشكل بتاع التقرير وانشانا التقرير اللي احنا عايزينه. اقدر اغير في التنسيقات واحفظ من هنا زي ما احنا قلنا اهو، كل حاجه متسميه تقرير واحد استلام واحد وجدول الموردين. كده انا انشات التقرير، وزي ما قلنا مصدره الاستعلام السابق، وقال لي اعمل لي فرز تصاعدي على اساس اسم حقل المورد. تعالوا نشوف اللي بعده. عايز ينشئ نموذج لعرض الجدول. من كرييت ومن فورمز نماذج، هختار فورم، هعمل لي النموذج زي ما احنا شايفين اهو قدامي بالشكل اللي انا عايزه، هسيف او احفظ من هنا، هضغط عليها بيقول لي فورم نيم، هسميه نموذج وليكن رقم واحد، واقول له اوكي. اتحفظ معايا زي ما احنا شايفين اهو. كده احنا خدنا التدريب على برنامج قواعد البيانات اكسس، وخدنا ازاي بننشئ قاعده البيانات من الصفر خالص. وبعد كده بعد ما انشانا قاعده البيانات انشانا جدول، وبعد ما انشانا الجدول عملنا الاستعلام، وبعديها انشانا التقرير، واخر حاجه انشانا نموذج لعرض الجدول. تعالوا نشوف التدريب اللي بعده. احنا خدنا تدريب على الاكسس وبعد كده الفوتوشوب وبعد كده اكسس تاني اهو، وهناخد تدريب تاني على برنامج الفوتوشوب. التدريب بيقول لي باستخدام الصور الموجودة لديك في المجلد، المطلوب إنشاء دعاية للعميل ومديني اسم مطعم، وعايز العرض بتاعه اكتبه في الدعاية، وعايز بعد كده افتح الصورة رقم 5 في المجلد الفرعي فود لتصبح خلفية للعمل، وبعد كده هكتب البيانات بتاع الإعلام عندي بتنسيق مناسب وواضح، وآخر حاجة هضيف شعار أو لوجو في الركن الأيسر العلوي للتصميم باستخدام الصورة رقم، ومديني الصورة اهو 37 في المجلد الفرعي لوز. تعالوا نشوف مع بعض على مهلينا التدريب هنحله ازاي برضو خطوة بخطوة مع بعض، ياريت نفضل مركزين. اول حاجة هفتح الصورة رقم 5 في المجلد الفرعي فود لتصبح خلفية العمل، هعمل خلفية الاول للتصميم من فايل وهقول له اوبن، وهجيب الفولدر اهو بيكتشرز فور اكزام، وهختار اتاكد انا واقف على الفولدر اهو، وهجيب الفولدر اللي هو فود، واختار الصوره رقم 5 اهي، هخليها خلفيه العمل، هشتغل عليها واصمم عليها التصميم اللي انا عايزه واحط عليه بيانات الاعلان. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه ضفت الاطار بتاع العمل اهو او خلفيه العمل. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. اول حاجه عملنا ضفنا الخلفية، بعد كده تاني حاجة هكتب الإعلان
بتنسيق مناسب معايا. هاجي عند أداة الكتابة وهي الرمز بتاعها تي، وهضغط عليها كليك شمال، وبعد كده هاجي في منتصف الصورة من فوق هنا وهكبر، هخلي المساحة دي وليكن اللي هكتب فيها اسم المطعم، مطاعم برجر تيستي وليكن، وأحدد بكنترول و ايه من الكيبورد، وهغير اللون اهو، اقدر اخليه لون متناسق شوية، اللون الابيض عشان يبقى فاتح معايا، ظاهر مع التصميم ومريح للعين. وبعد كده اقدر اكبر حجم الخط من هنا وليكن اخليها 36، وهضغط على الصح، هطبق الديزاين معايا اهو. هجيب الموف تول واختصارها الفي من الكيبورد او من هنا عادي، وهسحب وهخليها هنا. اكتب بعد كده الاعلان اللي عايزه اضيفه في الصورة وليكن هنا، هضيف برضو اداة الكتابة، هضغط عليها واسحب وليكن المساحة دي اللي هحتاجها، وهكتب العرض اللي هو عايز يحطه في الديزاين او التصميم اللي هو اشتري 2 واحصل على التالتة هدية. وأحددها بكنترول و ايه، وأصغر شوية الخط، ممكن أغير اللون عشان أخليه مناسب شوية للإعلان أهو، وليكن أخلي التالتة دي كده لوحديها في سطر عشان تبقى واضحة، وأغير اللون، أكبر حجمها شوية عشان عايز أركز عليها هي أكتر، وأغير لونها، هحددها، وبعد كده هختار وليكن اللون ده شوية مناسب إلى حد ما، فتح شوية ممكن كده تمام، وأقول أوكي. أقدر أغير البيانات دي أو التنسيقات دي زي ما أنا عايز. زي ما احنا شايفين كتبت بيانات الإعلان اللي في المطعم، عايز بعد كده أهو نازل في لاير لوحده، أعمل للإعلان، أقدر أعمله للعرض اللي عندي، أعمله دروب شادو أهو زي ما انتم شايفين اتغير التنسيق بتاعه شوية، واقدر اغير في المطاعم برضو هنا اسم العنوان، هضغط عليه دبل كليك شمال ضغطتين، واعمل له دروب شادو، واعمل له برضو ستايلات معايا، واضغط عليها لو مش عجباني بقدر اضغط عليها تاني واشيله. ده الديزاين بصورته النهائية زي ما احنا شايفين خدناه ازاي. خلصنا الديزاين بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب المطلوب اللي بعده عايز يحط بقى لوجو للصورة، عايز اعمل اكيد اي منشأة ليها لوجو اقدر اصممه انا برضو من الصفر واحطه بعد كده في الديزاين بشكل مناسق معايا زي ما احنا هنشوف. تعال نشوف مع بعض. المطلوب اللي بعده عايز يضيف شعار في الركن الايسر العلوي باستخدام الصورة 37 في مجلد لوجوز. هجيب قائمة فايل و بليس هختار منها اللوجو في الفولدر اهو، اكون انا مصممه قبل كده او عندي جاهز. زي ما احنا قلنا الفوتوشوب بقدر اصمم بيه اي هوية كاملة لاي شركة، واقدر اعمل علامات التجارية واللوجوهات والكلام ده. اهي اللوجو انا كنت عامله مصممه قبل كده، وتقدروا انتوا تعملوا احسن منه اكيد. اقدر اصغر اللوجو طبعا عشان يبقى مناسق شوية في الشكل، وليكن هخليه بالحجم ده، وغيره شوية كده واقوله صح، يبقى كده اللوجو اتضاف معايا في الديزاين زي ما احنا شايفين اهو. اقدر بعد كل حاجة نازلة في لاير لوحديها اهو، اقدر اعمله كمان ستايلات، اضغط عليه دبل كليك في اللاير بتاعته الخاصة بيه، زي ما احنا قلنا كل حاجة بتنزل في لاير لوحديها، اعمل له دروب شادو، واعمل له ستروك، واعمل له اي ستايلات عايزها زي ما احنا شايفين في المعاينة، الشكل كده معقول شوية. طبعا نقدر نعمل ديزاينات اعلى من كده بكتير، بس احنا مدقين مع بعض واحدة بواحدة زي ما احنا شايفين عشان ايه ما نلخبطش نفسنا. ده مكتوب مع بعض زي ما احنا اتعلمنا الاختصار من الكيبورد، على طول ايدي شغالة على الكيبورد عشان نختصر، كنترول وشيفت وحرف الاي. بعد كده
من فايل وهقول له سيف از، او شيفت وكنترول واس من الكيبورد على طول. طبعا كل ما اشتغل كل ما ايدي هتبقى اسرع واشتغل بالكيبورد على طول. وهخلي المكان اللي هحفظ فيه ديسكتوب، وهقول له اسم الملف او التصميم، وهخليه احفظه بصيغه بقى، هي انا عندي دلوقتي هخليه ممكن اخليه بصيغه جي بي جي او كصوره تظهر معايا كصوره نهائيه. وبعد كده انا هحفظ في المكان اللي انا عايزه واقدمه للجهه اللي هي محتاجه التصميم عندي. كده احنا خلصنا التدريب، خدنا تدريب على برنامج الاكسس، وبعد كده تدريب تاني على الفوتوشوب، وخدنا تدريب تاني برضو اكسس وفوتوشوب. اتمنى تكونوا لغايه دلوقتي استفدتوا من الجزء العملي، ويا ريت زي ما قلنا نطبق مع بعض ونمرن ايدينا عشان في الامتحان اقدر ما اخدش وقت كتير واطلع شغل كويس باذن الله وناخد الدرجات النهائيه في الامتحان. تعالوا نشوف بعد كده هناخد ايه. تدريب اخير على برنامج الاكسس. التدريب بيقول لي بصفتك مسؤول قاعدة البيانات في شركة النور للأدوات الكهربائية، وقدامي البيانات التالية للعملاء. يبقى أنا عايز أعمل جدول هسميه جدول العملاء، ويحتوي على البيانات اللي قدامي دي: كود العميل واسم العميل والصنف وقيمة القسط. المطلوب إنشاء قاعدة بيانات جديدة للعملاء، وعايز ينشئ استعلام يظهر بيانات الموظف الذي يزيد قيمة قسطه عن 2000 جنيه، والصنف محدد لي شرط هنا يكون صنف ثلاجة، وعايز ينشئ ويعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق، وينشئ نموذج لعرض الجدول. احنا خدنا اكتر من تمرين اهو عشان نمرن ايدينا على الحل. تعالوا نشوف اول حاجة انشاء قاعدة بيانات جديدة للعملاء. احنا خدنا اكتر من مرة اهو بنفس الخطوات من فايل ونيو، واتأكد ان انا واقف على بلانك داتابيز، وهسمي اسم ملف من هنا، اسم ملف قاعدة البيانات اللي هنشئه وليكن شركة النور اللي هو مدهوني في التمرين، وقلنا اللوكيشن بتاعه المكان اللي هتحفظ فيه قاعدة البيانات وليكن دوكيومنتس. ماشي، وهقول له كرييت انشاء، انشأ معايا قاعدة البيانات وفيها جدول واحد افتراضي زي ما قلنا تيبل 1، هنعدل فيه من ديزاين، هضغط على الأداة دي وهقول له سيف از. ماشي، اسمي اسم الجدول باسم العملاء لأن هو جدول يحتوي على بيانات العملاء، وهقول له اوكي. اسم الحقل بقى هاجي عند فيلد نيم هنا، كود العميل ونوع البيان، طبعا طالما كود يبقى هخليه نمبر، وبعد كده فيلد نيم اللي بعده اسم الحقل اللي بعده اسم العميل، ونوع البيانات تكست نص، اللي بعده الصنف وتكست، اللي بعده قيمة القسط، وهيبقى بالعملة currency. وهجيب وضع عرض السجلات داتا شيت فيو، وهقول له سيف، احفظ الجدول ده. ماشي، وبعد كده هبدأ في ادخال السجلات اللي كاتبها لي. كود العميل الاول 1001، وبعد كده اسم العميل اشرف محمود، والصنف، وبعد كده قيمة القسط 1500، والكود اللي بعده 1002، واسم العميل غدا محمد، والصنف بوتاجاز، وقيمة القسط 1750. وهاجي عند الكود اللي بعده 1003، واسم العميل محمد شريف، والصنف غسالة، وقيمة القسط 2500، اللي بعده السجل اللي بعده وهيبقى 1004، واسم العميل حمدي إبراهيم، الصنف ثلاجة، وقيمة القسط 2100، السجل الأخير 1005، واسم العميل سعيد أحمد، والصنف ثلاجة، وقيمة القسط 1900 جنيه. وهنتقل للسجل اللي بعده. كده أنا عملت
قاعدة البيانات من الأول وسميت الجدول باسم العملاء ودخلت فيها السجلات اللي عايزها في التدريب معايا. المطلوب اللي بعده عايز أنشئ استعلام بيظهر بيانات الموظف الذي يزيد قيمة قسطه على 2000 جنيه ومن الصنف ثلاجة. يبقى هو هنا مديني شرطين، الشرط الأول اللي هو البيانات الموظف اللي هو قيمة قسطه فوق ال 2000 جنيه يظهر، والشرط الثاني يكون الصنف ثلاجة. تعالوا نشوف هنعمل الشرطين ازاي دول. من كرييت ومن المجموعة كوايلز هختار كوايل ديزاين، هاجي عند اهو شو تيبل وهقول له اد هضيف العملاء وهقول له كلوز، هاجي عند كود العميل هضغط دبل كليك اضاف معايا اسم العميل دبل كليك والصنف وقيمة القسط اضافه معايا تحت اهو. الكرايتيريا المعيار هضيف المعيار اللي انا عايزه هنا، اقدر اضيفه المعيار الاول وهو قال لي الصنف بيساوي، محدد لي الصنف وهو ثلاجة. الشرط الثاني قيمة القسط قال لي يزيد عن 2000 جنيه، يبقى هقول له علامة الأكبر أهي وهقول له 2000 جنيه اللي هي شيفت حرف الزين، تمام. بعد كده هقول له رن تنفيذ تشغيل، طلع لي صنف أو اسم عميل واحد اسمه حمدي إبراهيم وتلاجة وقيمة قسطه فعلا يزيد عن 2000 جنيه، يبقى اتطبق عليه الشرطين ظهر معايا قدامي زي ما احنا شايفين. وهسمي اسم الاستعلام زي ما احنا عارفين بالاسم اللي انا عايزه. تعالوا نشوف التدريب اللي بعده، انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق. من كرييت وهاجي عند ريبورتس وهقول له عند ريبورت ويزارد اهو، قال لي مصدره الاستعلام السابق، يبقى اتاكد انا واقف عند استعلام العملاء اللي انا عملته اهو، وهضيف الحقول كلها وهقول له نيكست نيكست نيكست، وهغير لو عايز اغير في التنسيقات اللي انا عايزها وهقول له نيكست استعلام العملاء. مثلا هغير اسم التقرير هخليه تقرير العملاء وهقول له فينيش، واقدر اغير اهو عمل لي التقرير واقدر اغير في التنسيقات اللي انا عايزها واعمل له سيف. المطلوب اللي بعده اخير وهو انشاء نموذج لعرض الجدول، تعالوا نشوفه هنعمله ازاي اهو مع بعض. من كرييت وهقول له من المجموعه فورمز هختار فورم نموذج، انشا لي النموذج زي ما احنا عارفين اهو ببساطه، واقدر اعمل له سيف زي ما خدنا مع بعض في التدريب، واغير اسمه كمان من هنا واقول له نموذج العملاء. وبكده نكون خلصنا للأسف حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا، ياريت زي ما قلنا نراجع مع بعض الحاجة اللي احنا بناخدها مرة واثنين وثلاثة، وكده كده إن شاء الله الفيديو هتلاقوه متوفر عندكم في القناة بتاعتنا على اليوتيوب قناة مصر التعليم الفني. نترككم في رعاية الله وأمنه، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.